وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي بمعية محمد السعيد بن قامو والي ولاية بشار بتدشين فرع المركز الثقافي الإسلامي بالمنطقة الزرقاء، والذي يعد مكسبا كبيرا تعززت به المنطقة، ناهيك عن كونه تحفة فنية وهندسية من شأنها تقديم الإضافة للمنطقة. تغطية لمهدي بوشتة. المسجد يقوم بتأطير الحياة الروحية من صلاة، من أذان، من أشياء أخرى تعلمها من هذا التعليم القرآني، ولكن المركز الثقافي الإسلامي اللي عنده الآن مديرية في الوزارة في هيكليتها الجديدة، مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام، تقوم بشأن آخر وهو الانفتاح على المجتمع، انفتاح على الشباب، الانفتاح على الشابات. عندنا أقسام لتعليم الخط، لتعليم الشعر، لتعليم الخياطة، لتعليم أشياء كثيرة يقوم بها المركز الثقافي الإسلامي في أدواره التحسيسية. في فترة كوفيد المركز الثقافي الإسلامي قام بأدوار بارعة قوية جدا في المجتمع، يعرض أفلام للثورة الجزائرية، يعرض أفلام دينية، يحاول أن يحيي المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية مع المجتمع، فهو مؤسسة علمية ثقافية إسلامية منفتحة على المجتمع.